احنا طالعين من هالان هالمنطقة هذه صارت خطيرة جدا، اللي صار عندنا قصف كدايف وشظايا نسلين علينا في الخيام، واحنا عندنا اطفال ويعني بدنا نحافظ على سلامة اطفالنا، بدنا نروح على منطقة آمنة. طلع ما وصل خان يونس، يعني زي ما بدعوا الجيش الاحتلال انها منطقة آمنة، احنا بدنا نتوجه للأرض. والله من الفجر الناس يعني صلت الفجر الناس وبلشت تقف الخيام علشان بدها ترحل خلص، لانه الاطفال بالمرة ما ناموش من الخوف. احنا نازحين من المنطقة هذه لأنه صارت خطيرة، مش زي الأول زي ما قالوا لنا مكان آمن. طبعا اللي معاه الأطفال واللي معاه عيال واللي معاه كبار السن لازم نوديهم لمكان آمن، وطبعا احنا بنلزم وين قالوا لنا نتوجه، احنا متوجهين على المواصل خلاص. والحمد لله يعني عانينا بما فيه الكفاية بالنسبة للنزوح، يعني بننزح مرة ومرتين، يعني يمكن في أول الحرب لهلقيت نزحنا 7 مرات. يعني الحمد لله رب العالمين، ربنا لطف، يعني صار فيها ما خبطوا فيها ما دخول الاحتلال، ربنا يسلم. احنا رايحين على مواصل خان يونس ان شاء الله، لانهم حددوا لنا اياها مناطق امنه، ونلتزم بالتعليمات برضه مهما كان، معانا عيال ومعانا اطفال ومعانا كبار السن.